اخبار اليوم. دكتور عمر فاروق مساعد رئيس اكاديميه البحث العلمي والتكنولوجي. هي طبعا هي دور الاكاديميه انها بتشتغل في مرحله ما بعد البحث العلمي وبنتعاون مع جهات مختلفه. احنا الاكاديميه اكثر انها بتدير منظومه اكثر ما احنا بننفذ بنفسنا، فالحق الملكيه والعمل هنا بينتمي لمركز الحوزه الزراعيه. الاستاذ هناك اسمه الاستاذ طارق حمدي الموافي، دي طرق من طرق تربيه النبات العاديه جدا موجوده في الصين من سنين طويله ومصر عملتها من حوالي 10 سنين، لكن هي التجربه لانها اكثر انتاجيه من المحاصيل الحاليه. تمام. انتاجيه اكثر من الصنف الارز الحالي واكثر تحملا. هي المشكله انه بيحتاج بعض المجهود شويه في انتاج التاوي. ده الفارق الوحيد بينه وبين هنا. هو هدف التجربه هنا في الاكاديميه، بحيث ان الاكاديميه هي يعني بدات موضوع الحملات القوميه الزراعيه تاريخيا من اكثر من 20 سنه، لكن احنا بدانا نطور فكره الحمله القوميه ان احنا مش فقط بنعمل حقل ارشادي للصنف، لا بنحاول نوصل المنتج النهائي كمان. فالمنتج النهائي هنا كان في معانا المجمعات الاستهلاكيه وهيئه السلع التموينيه. احنا عشان مستهلك لما ده ينزل تجاري يبقى المستهلك مطمئن ويجربه بالفعل. فاحنا في المرحله دي في نماذج 10,000 كيس 20,000 كيس، مش كميات كبيره يعني. لما حد بقى يتبنى الموضوع ده مثلا والدوله بتتكلم على ربع مليون فدان ارز في خلال الخمس سنوات القادمه، يبقى المستهلك عارف ان ده صنف جيد وعادي جدا يختلف اي حاجه عن الاصناف الموجوده حاليا. تمام. طب وده نزل الاسواق ولا لسه؟ المحرك ده في مرحله النموذج. نموذج بقى، فاحنا بنتكلم على 10,000 كيس. طب وده هينزل بسعره كام؟ الله اعلم. لا حضرتك، احنا لما عملنا نفس التجربه ديت بحجم اقل مع هيئه السلع التموينيه السنه اللي فاتت، لان احنا بنتعاون مع الجهه الحكوميه، بينزل بالسعر المدعم. تمام. يعني السنه فاتت لما كان السعر ارخص كان 3.5 جنيه، كان اقل نص جنيه من اللي موجود في التموين. تمام. طب والمكونات بتاعته زي هي عاديه تماما ومواصفات مكتوبه وكل حاجه عاديه تماما. احنا هنا برضه عاوزين ناكد فكره الزراعه التعاقديه، ان لو هيئه السلع التموينيه اقتنعت بالصنف ده والمستهلك تتعاقد مباشره مع مثلا 2 مليون فدان وتاخد انتاجهم لحساب السلع التموينيه، واعتقد ده يحل كثير من المشكله الموجوده حاليا. صح.